ضربة سيف. مبلغ السقاق 220 للولي لي زانكس راه كاع في لي زافون بوتو سي انا هذه لا فوا نحن هنا في احد المراكز الجواريه لتخزين الحبوب التي مولتها تعاونيه الحبوب والبقول الجافه، ونشرف كذلك بهذه الدائره على وضع حجر اساس الى مجمعات اخرى لتخزين الحبوب، ونحذر في الحقيقه الى موسم الحرث والبذر الذي سيبتدئ مع بدايه الشهر القادم. يعني خفف عليهم أعباء التنقل أولا ومصاريف التنقل ثانيا، وهي مؤسسة متواجدة بجوارهم وتوفر لهم كل الخدمات الضرورية لسواء حملة الحرث والبذر الآتية أو بعد ذلك حملة الحصاد والدرس عند نهاية الحملة. ماذا بينا نزيدوا وسع ولا دواك ما وجدوك واحد دي ثلاثة ولا أربعة، فهمتني ولا لا؟ الحمد لله الحبوب معرض كنت تدعموا في التريسيتي والحوايج هذه وين راهي كلها تتعبى الدكات وكل خيرات من رب.